ملكونيا للأيتام. أحيا الفنان كاظم الساهر حفلا غنائيا في لندن. ريع الحفل سيخصص لمساعدة بعض أطفال العراق وفلسطين. ومضة بريق وأمل أنارت قاعة رويال ألبرت هول العريقة في قلب لندن البارد. صوت الفنان كاظم الساهر دوى من قلب مجروح نابع من خوف وحرص شديدين على الوطن ومن منطلق إيمان متناهٍ بقضية العراق. كاظم الساهر أنشد مجموعة أغاني قديمة وأخرى حديثة من مجموعته انتهى المشوار التي اصطبغت بلون عراقي بحت. وكان الساهر عقد لقاء صحفيا في لندن تحدث فيه عن هذا الحفل وعن مشروع فني وطني مع الشاعر كريم العراقي، وتطرق إلى محبة العراقيين لوطنهم ولبعضهم البعض بغض النظر عن الطائفة والمنطقة التي ينتمون إليها. أتمنى أنه بس السياسيين أن يتذكروا هم أيضا عندهم عوائل يخافوا عليهم، أيضا هم عندهم حيبات تنتظرهم من يرجعوا البيت. خلي يفكرون بالشعوب بهذه الطريقة مثل ما يفكرون بالخوف على عوائلهم. أتمنى بس هذا. وامتلأت قاعة رويال ألبرت هول بآلاف العراقيين الذين رددوا مع الساهر كلمات أغانيه لبنية، ارجع حبيبي، صغير وماشي بشارع، وصفقوا له ولوحوا له بأعلام العراق. حماسة البعض كانت واضحة دفعتهم إلى تأدية الدبكة الفولكلورية. نلاس نلاشي على عرب الأكراد كليتنا كاظمنا وتألق رسالة للأطفال العراق. يتمنى كل واحد وكل إنسان يسمع هاي الرسالة يفتهمها ويفتهم مضمونها. أشتاق العراق خسراني هواية. والأهم هو أن ريع الحفل سيساعد بعض الأطفال ممن هم بحاجة ماسة. ريع الحفل حيروح للجمعية العربية الدولية اللي هي أقامت برعاية هذا الحفل الكبير والمهم. أكثر شيء رح نصرف تقريبا على الأطفال بالعراق وبفلسطين، وطبعا هناك أطفال بلبنان وأطفال بالمغرب العربي وفي كافة الدول العربية. نحن عم نهتم بالطفل الفقير. وكما بدأ الحفل انتهى بموسيقى وكلمات لامست أعماق العراق والوطن العربي. أنتم خوري العربية لندن. بهذا تنتهي نشرتنا.